بنتكلم تعرف كل سادة حاجة. المشاهدين، احنا مش بس بنتكلم، احنا بنعرف سيادة اللي هو مش بس خلفية أمنية، لكن خلفية علمية ليها علاقة بالإدارة المحلية ودراسات في المجال ده. فعشان يبقى كلام على أساس علمي، الكلام ده الكتاب بيقول كده، مش اجتهاد، أو احنا ما بنخترعش العجل. لا، ما فيش حد بيقول لحضرتك قانون الاداره المحليه أيوة. القديم 43 لسنه 79 ده قانون جيد، لكن لائحته التنفيذيه لما اتحطت ما عالجتش حاجات كتير فيه، والتعديلات قديم، التعديلات اللي تمت عليه بتبقى عامله زي ما بنلصم حاجه كده. فالامل بقى المره دي ان الدستور طبعا 2014 ده ألزم الدولة بإصدار القانون طب قبل الجديد. ما نتكلم في القانون، برضو من الحاجات اللي بتعطل أو ما بتساعدش المحافظ، هل المعاونين، المساعدين، الكيان، الجهاز التنفيذي، المحليات دورهم إيه؟ مجالس المحلية، يعني قول لي كده كواليس العمل، ديوان عمل المحافظ. الخمس سنين اللي فاتوا دولت احنا بنشتغل في غياب المجالس المحلية، واحنا كنا بنقول المجالس المحلية دي بتساعد المحافظ، يعني بغض النظر انها جهه رقابيه على اداء المحافظه وعلى القرارات اللي بياخدها المحافظ، لانها القرارات المحافظ لازم تعتمد من المجلس المحلي. تمام. حتى فيما يفرضه من رسوم او يقترح فرضه من رسوم لازم يعتمدها المجلس المحلي. الخمس سنين فاتوا دي الاختصاصات دي كلها نظرا لحل المجالس الشعبيه بعد ثوره 25 يناير واستمرارا في الحاله اللي احنا فيها بمرورا بثوره 30 يونيو ثم الى الان، المجالس المحليه معطله، فالسلطه دي راحت للسيد رئيس مجلس الوزراء. فبالتالي برضو احيانا السيد رئيس الوزراء ما بيفرضش في استخدامها لانها فيها حاجات كتير جدا. احنا المحافظ بيخاف ان هو يطرح رسوم ما تلاقيش صدى عند المواطنين، بعكس ما يكون في مشاركه مجتمعيه ممثله في اعضاء المجالس المنتخبه.